السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمنشأة مهمة جدا، وهي مستشفى للأمومة والطفولة في مدينة جالما. وهذا المستشفى يعد واحد من أكبر مستشفيات في الجزائر المخصصة للأمومة والطفولة. سوف تشاهدون هذا الفيديو الرائع اللي يعني يعطيك كل الأهمية. سوف نشاهد كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو الرائع اللي يعني يبرز كل الجوانب بتاع هذا المستشفى. وهذا المستشفى الذي تم وضعه في حيز الخدمة من طرف والية نتاع ولاية جالما في هذه الأسابيع الأسبوعين الماضيين هذو. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع الذي تم تحضيره من طرف الخلية الإعلامية لولاية جالما. وصحة عيدكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.